السبل أيها الإخوة في هذه الحياة كثيرة، والدروب في هذه الحياة متعددة. هل تذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، أو تذهب وراء كل ناعق، أو تذهب وراء من يأخذك نحو اتباع الشهوات، أو تذهب نحو من يضع في طريقك الشبهات، أو تذهب نحو المال، أو تذهب نحو أدوات الإنتاج، أو تذهب نحو الملذات، في أي طريق تذهب؟ يا رب اهدنا الصراط المستقيم. والصراط في اللغة هو الدرب الواسع. لا يوجد صراط مستقيم في هذه الحياة إلا صراط واحد، وهو صراط الله تعالى، وهو الصراط الذي دل عليه أنبياء الله تعالى. هذا هو الدرب الواسع الذي يسعنا جميعا، والذي يجعلنا في سعة وراحة. فالمسلمون في الفاتحة يقولون: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. دخيلك يا رب أنا لا أذهب ذات اليمين وذات الشمال، بل أريد أن أصل في طريق مستقيمة إلى سعادة الدنيا والآخرة. فأجابهم الله تعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هو دليل الإرشادي لكم، هذا هو الكتاب الذي يدلكم على الصراط المستقيم، هذا الكتاب الذي إذا اتبعتموه سعدتم في الدنيا وسعدتم في الآخرة، هذا الكتاب الذي إذا اتبعه أهل الأرض عمروا دنياهم بالمسرات وعمروا آخرتهم بالمبرات.